الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يأخذ بأيدينا لكل خير، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام. سبحانه وتعالى بيده الخير كله من قبل ومن بعد. أيها الإخوة الكرام، جاءت الأخبار وقد قال السلف: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار يا إخوة يا كرام يأكلون كل يوم من يومنا ومن حياتنا ومن أعمارنا، فاعملوا فيهما. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يأخذون من حياتنا، من أوقاتنا، من آجالنا، فاعمل فيهما. ولشرف الوقت أقسم الله عز وجل بعدة آيات، قال: والعصر. والعصر هو الزمان، وهو الوقت، وهو الدهر. وقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. هذا كله وقت. إذا أقسم الله عز وجل على شيء دل على عظيم شأنه وعظم مكانته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ مغمون الإنسان في نعمة الصحة والفراغ اللي هو فيه. الموفق العاقل يا إخوة يستغل شهر رمضان، وإلا يترك دقيقة من حياته تذهب عنه هكذا. لذلك جاء في الخبر أن الإنسان يوم القيامة يتحسر ويتندم لدقائق تركها من حياته ولم يذكر الله عز وجل فيها. فكيف بالأزمان الفاضلة والشهور المتفضلة مثل رمضان؟ هنا علينا أن فعلا نستثمر الأوقات في بذل الجهد لإرضاء الله عز وجل. لكن للأسف الشديد يا أخوة، إنما نراه من البعض خصصوا رمضان لمشاهدة المسلسلات والأفلام والبرامج الفضائية الغير هادفة، حتى لا يقولون أن فيصل ضد التلفزيون، لا، قد تكون هناك برامج هادفة مثمرة ناجحة تعلم النشأ، تزرع الفضيلة، تحث على طاعة الله، تعلم الناس الخير، خير الدنيا والآخرة. فأهلا وسهلا ومرحبا. ولكن أن تجتمع الجيوش ويهيئ لنا تلك البرامج الهابطة، أقولها وبكل صراحة هابطة، لا نتعلم منها إلا الشر والوبال والخزي والعار. تنقص من أجر الصيام، نلقى الله يوم القيامة وصيامنا مجروح. بسبب ماذا؟ تلكم المسلسلات والأفلام التي نراها. دعونا نتصارح قليلا. جاء في الحديث إن العين لتزني وزناها النظر. عندما تنظر إلى تلك الفتاة المتبرجة الشبه متعرية في القنوات، وأنت تجلس تنتظر الإفطار، وأنت صائم في نهار رمضان، ألا ينقص ذلك من صيامك؟ ألا يخدش ذلك صيامك؟ طيب لماذا يا إخوة الكرام؟ نحن قلنا: من لم يدع قول الزور، ذكرنا حديث النبي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع الطعام والشراب. هي أيام معدودة، لكن الموفق العاقل فينا يا إخوة يا كرام الذي يستثمرها بعمل صالح، بعمل صالح يرجو منها الثواب. وعلينا أن نأخذ بأيدي أبنائنا وزوجاتنا وبناتنا إلى المساجد ليتعلموا ويصلوا ويتعبدوا الله عز وجل. خذ بيد ابنك واضغط عليه وروضه حبة وحبتين وثلاث اليوم وبكرة، علمه وأصل فيه هذه المبادئ أن يستغل هذا الشهر. يا بني تراه انتهى نصف رمضان، انتهى الثلث من رمضان، هي أيام وينتهي. السلف كانوا يختمون في كل ليلة
نحن اليوم إذا مر رمضان وختمة ختمنا فيها رمضان هذا إنجاز كبير. وممن كان قبلنا يا أخوة يا كرام يختمون بالشهر عشرات المرات، صلى الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.